الفتوى المباركة وتأسيس الحشد المقدس. ما بعد استقالة الكتلة الصدرية، صراعات تتصاعد أم انفراج مرتقبة؟ حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. وبعد مرور 8 عوام على التاريخ المشرف لفتوى الجهاد الكفائي التي أنجبت غيار العراق من رجالات الحشد الشعبي، فإن لتلك الفتوى الفضل الكبير على العراقيين أجمع. لذا فإن مختلف أطياف الشعب اليوم يحيون هذه الذكرى من خلال استذكار البطولات التي قدمها أبناء الحشد في الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات، وهذا ما بان جليا من خلال ذلك الحضور البهي لجمهور الحشد في المحافل التي خصصت لتحاكي جراحات المضحين وتروي البطولات التي سطرها الشهداء في وقت كانت فيه البلاد بأمس الحاجة إلى هذه الدماء الزكية التي حررت الأرض من دنس داعش وعادت للعراق هيبته وسيادته وحافظت على أمنه وأمانه بفضل تلك الفتوى التي دعت فيها المرجعية الرشيدة أبناء العراق للدفاع عنه. فالفضل يعود لصاحب الشيبة المباركة الإمام علي السيستاني دام ظله بإطلاق فتوى الجهاد الكفائي. في الجانب الآخر مشاهدينا، فأن استقالة نواب الكتلة الصدرية خلال فترة عصيبة كانت هي الأشد ضراوة في تاريخ الصراعات السياسية، إنما باتت تمثل متغيرات حقيقية نحو الخروج من الأزمة التي رافقت العملية السياسية. فتقديم النواب في الكتلة الصدرية استقالاتهم إلى رئاسة البرلمان والموافقة عليها من قبل هيئة الرئاسة كان قد دفع بقوى الإطار الشيعي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات استقالة النواب في الكتلة الصدرية الذين امتثلوا لتوجيهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تقديم استقالاتهم. إذن مشاهدينا، في ملفات حصادنا لهذا اليوم نناقش كل هذه المعطيات مع ضيوفنا الأكارم ونرجو أن تبقوا معنا. تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي. بطولات وتضحيات جسام سطرها أبطال الحشد الشعبي خلال فترة يعود فيها الفضل لتلك الفتوى المباركة التي يحيي العراقيون ذكرها 8 وهم يفخرون بمثل هكذا أبطال أنجبتهم فتوى المرجعية التي جاءت في وقت كان فيه العراق قد كان على المحك لتعيد تلك الفتوى إلى العراقيين الأمن والأمان. تقرير نهى الشمري. فتوى استنهضت العزم والهمم في نفوس غيار البلد من أبنائه المدافعين عن أرضه، أطاحت بمخططات كان يراد منها تدنيس البلد. ففي مثل هذا اليوم 13 من شهر حزيران، الذكرى السنوية 8 لذلك اليوم الذي انقلبت فيه الموازين، إذ كان انطلاقة لبداية الانتصار على شرذمة التنظيمات الإرهابية بعدما انبرت لهم ثلة من أطايب شباب العراق للدفاع عن أرضهم بفتوى مرجع الطائفة الأعلى السيد علي السيستاني. نعم هي الفتوى، ونعم هي الاستجابة المدوية التي غيرت مسار الأحداث وصنعت أمة في العراق. الحشد الآن أيها الأخوة أمة، وهذه الأمة انطلقت بفتوى شرعية، وهذه الأمة صنعت بجهاد الأبطال، وهذه الأمة صنعت مجدها وعزها بالشهداء القادة، وكان آخرهم
شهداء قادة النصر الذين قضوا على تلك اليد الخسيسة. بطولة سطرها الحشد الشعبي منذ تأسيسه بالتصدي للهجمات الشرسة من قبل عصابات داعش وأذنابها بتضحية خلدها التاريخ، فقد هبوا متطوعين لحفظ البلد من الخراب، لكن ما زالت حقوقهم في جعبة النسيان والتجاهل وعدم الإعانة للمتضررين، حتى وصل الأمر إلى فسخ عقود بعضهم بذرائع قد تبدو غير حقيقية. نحن إن شاء الله نوفق مع القائمين على الأمر في استكمال كل نواقص هيئة الحشد الشعبي الإدارية، القانونية، الحقوق المقاتلين، رعاية عوائل الشهداء، الجرحى، كل ذلك هو هدف يجب أن نعمل عليه، ويجب أن نكون بمستوى المسؤولية. والمفارقة العجيبة أن الاستنجاد بأبطال الحشد الشعبي ومساندة القوات الأمنية اعتلت لدرء الخطر ومداهمة أوكار داعش لإنقاذ العوائل وإبعاد الأذى عنهم، لكن انحل الأمن حتى طغت أصوات المبغضين والخونة بوصفهم ميليشيات ومخربين وحملة سلاح متمردين، والواقع يشهد بتمردهم لكن على التعدي والفساد والتسلط على الرقاب، وبالتالي لم ينصفوا بتضحياتهم الفذة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن هذه الذكرى المباركة، ذكرى فتوى الجهاد الكفائي، والحديث عنها بتفاصيل أكثر نرحب بضيفنا الكرام في الاستوديو رئيس مركز ارتقاء للدراسات الاستراتيجية أستاذ عباس العرداوي. أهلا بك سيد عباس، حياك الله. وكذلك الترحيب بمعاون مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي الأستاذ مهند حسين، انضم لنا بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بك أستاذ مهند. أهلا معكم سيد عباس. وقبل 8 سنوات من الآن، كيف كان وقع فتوى الجهاد الكفائي وكلمات سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي على أسماء العراقيين من جانب وعلى داعمي عصابات داعش الإرهابية من جانب آخر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي الكريم، تحية لك ولجمهوركم ومتابعيكم، وتحية كبيرة لأخي وعزيز أستاذ مهند ولمتابعيكم وجمهوركم الكريم. في البداية العام 8 والذكرى 8 للحشد الشعبي ولانطلاق الفتوى المباركة تعزز كثيرا، لا سيما هي تأتي في توقيتات وطنية جدا حساسة متعلقة بالمشهد السياسي، متعلقة بشواهد كثيرة منها الذاكرة التي ترتبط بما جرى في سبايكر وما جرى من ظلم وما جرى في القتل وترويع للأجهزة الأمنية وما جرى من هتك للحرمات وانهيارات للدولة العراقية في حينها وضرب للمنظومة الأمنية. بالتأكيد كان يوما يعني من أيام الله كما يسمى، ويوما عراقيا بامتياز، يوما يعني كان فيه تجلي واضح للغيرة والحمية العراقية التي استطاعت أن تستجيب لكلمات تطرق بها سماحة الشيخ الكربلائي من وسط الحرم الحسيني الكريم، وهذه الأسماء وهذه النداءات تجلت على شكل شباب وشيبة ويعني هرعوا لملء المعسكرات وحتى المدارس، وبدأوا محاولات التحشيد من خلال الآليات والشاحنات الكبيرة. يعني يكفي أن المنظومة الأمنية
ومؤسساتها انتقلت الى الى حاله التنظيم لهؤلاء من خلال حاله الاحتواء. اكثر من 3 مليون كانت الاستجابه خلال اسبوعين. في تلك اللحظات علينا ان نتذكر ايضا الموقف الشجاع والكبير للقوى السياسيه التي بدا كثير من الشخصيات منهم الحاج العامري وبعض الشخصيات الثانيه اللي تركت البدله العسكريه الرسميه وانتقلت الى ارتداء البدله العسكريه. في تلك اللحظه علينا ان نتذكر صاحب الفضل وصاحب الانجاز الكبير بكل عرفان الحاج الشهيد المهندس ابو مهدي رضوان الله عليه، الذي انبرأ من تلك اللحظه بارسال رسالته الى كل المجاهدين، الى ابنائه اخوانه، في التحشد والتجمهر والتواجد خلال الساعات الاولى والانطلاق لحمايه العراق. الفصائل المقاومه الاسلاميه التي شكلت الحاضنه والوعاء الذي بدا مباشره بتهيئة كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية لمحاولة الاستيعاب لهذه الملايين التي استجابت وتنظيمها وملء السواتر بها والبدء بخطة عمل مباشرة ابتدأت من أسوار بغداد، والحمد لله بعد 3 سنوات أسهمت في أن يكون هناك انتصارا كبيرا. أحسنت. طيب أعود لك أستاذ مهند، أهلا بك مرة ثانية. اليوم نحن نستذكر الذكرى السنوية الثامنة لانطلاق الفتوى المباركة التي أنشقت خيرة رجال العراق، لكن كيف ترون تأثير هذه الفتوى على العراق خصوصا من الجانب الأمني؟ تحية لك ولجمهورك الكريم ولضيفك سيد عباس. واقعا أن الفتوى هي أضافت زخما معنويا لكل المجاهدين الذين التحقوا لتلبية نداء الوطن قبل صدور الفتوى، أي بمعنى هناك كان غيار العراق قد استشعروا الخطر قبل 10/6/2014، وكانت فصائل المقاومة قد وصلت إلى حدود بغداد واستشرفت ويعني توقعت أن يكون هناك خطر قد يصيب بغداد، فانتشرت وسيطرت على تلك الأماكن، والحمد لله جاءت الفتوى لتعزز هذه القوة وتعزز غيار العراق بزخم إضافي من المقاتلين والمجاهدين الذين لبوا نداء المرجعية والوطن والتحقوا إلى ساحات القتال. لذلك فإن الفتوى قد قلبت الطاولة على الذين كانوا يريدون بالعراق شرا، والحمد لله فكانت الفتوى المباركة هي تعزيز معنوي وإضافة نوعية لتلك الإضافات التي كانت تقوم بها فصائل المقاومة. لذلك استثمر الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس هذا العدد المتكاثر من المقاتلين ووظفهم وأطرهم وعمل على تقنينهم وذهب بهم ليقاتل في ساحات القتال ويحرر المناطق بعد المناطق، ويبدأ من حزام بغداد ويذهب باتجاه سامراء، وقد تم فتح طريق بغداد سامراء الذي سيطر عليه الإرهابيون آنذاك وتم فتحه في يوم 22/6، واستمر هذا العطاء واستمر هذه التضحية واستمرت هذه الانتصارات حتى وصلت إلى تحرير آمرلي يوم 31/8/2014، وصولا إلى تحرير جرف النصر في 24/10. هذه الانتصارات وهذه الفتوحات جاءت استكمالا للفتوحات التي كان قد عمل بها فصائل المقاومة سابقا، وكما قلنا فإن الفتوى زادت في معنويات المقاتلين وزادت إضافة إلى المعنويات. الفتوى المباركة إلى أي درجة منحت هذا الجهاد أو هذه الحركة والتشكيل الجهادي الحشد الشعبي، منحته الإسناد العقائدي للحشد وكذلك أعطته الصفة القدسية إلى أي درجة؟ 100% فإن مرجع أعلى للشيعة يعلن بفتوى جهاد كفائي، إذا هذا يعني نقول أنه بالاتجاه الصحيح، بمعنى أنه وجه البوصلة لأبناء الشعب العراقي بأن بلدهم يمر بأزمة وخطر وعليهم أن يقوموا بالدفاع عن البلاد والعباد كل العراقيين مو فقط أبناء الطائفة الشيعية. إنما قام به السيد السيستاني هي فتوى لجميع العراقيين دون استثناء. لذلك استثمر الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس هذه الفتوى وعمل بها، وبذلك كان قد عمل وحدة وطنية حقيقية وجمع
كل أبناء الشعب العراقي وذهب بهم لتحرير المناطق، والكثير من المناطق التي تم تحريرها استثمر وجود العوائل واستثمر وجود الشباب المتواجدين في تلك المناطق وحولهم إلى واستقطبهم إلى أن يكونوا جزءا من منظومة الحشد الشعبي. واليوم الشعب العراقي ينعم بنعمة الأمن والأمان بفضل تلك الفتوى وبفضل تلك القيادة التي كان يقودها الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس، وحول أبناء تلك المناطق إلى درع حصين لحماية مناطقهم. نعم. طيب أقول لك أستاذ عباس، بالنسبة للتوقيت كيف تنظرون إلى توقيت الفتوى المباركة؟ هل كانت هناك حاجة إلى هذه الفتوى قبل اجتياح عصابة داعش الإرهابية لبعض المحافظات العراقية، خصوصا كان هناك بعض الخروقات الأمنية ببعض المناطق بالعراق؟ طبعا بالتأكيد أشار ضيفك العزيز إلى نقطة جدا مهمة، وهو التحشيد المسبق الذي عملت عليه حكومة السيد المالكي في حينها، والتي عملت أيضا على محاولة استيعاب الحالة الأمنية وعالجت بعض التقارير المتعلقة بالجهد الأمني، ولهذا بدأت بالاتكال بشكل حقيقي على القوى المجاهدة منها فصائل المقاومة، وعملت على محاولة ردم حالة الضعف الذي أصاب بعض من المؤسسة الأمنية بسبب الضغط السياسي والتآمر وغيرها من الأمور اللي كانت في حينها. ضغط كان مباشرا سياسيا يعتمد إجراء هكذا ضغوط، وكان يوصف بشكل صريح، يعني علينا أن نتذكر كيف يوصف جيش المالكي وجيش الصفوي. بالتالي هذه حالة وهن وتضعيف أصابت المؤسسة الأمنية في كثير من الأماكن، أدت إلى قتل وذبح. حتى تشكيل الحشد الشعبي تعرض إلى هذه الهجمات وما زال يتعرض لها حتى اليوم، رغم الإسناد المرجعي أو إسناد الفتوى من جانب إضافة للإسناد الوطني لهذا التشكيل. بالتأكيد التوقيتات مهمة جدا، يعني لا شك أن المرجعية على مستوى عالي من الحكمة حينما تقدمت وشرعت بهذه النقطة، هي تحدثت تعاملت مع تقارير حقيقية على الأرض، حالة انهيار للمؤسسة الأمنية، حالة انهيار للمؤسسة للقطاعات السياسية، هروب لأعضاء مجالس المحافظات في تلك المناطق، هروب لشخصيات إرهابية، تحشيد دولي، ضغط مباشر، كل هذه كانت وسائل تعزز حالة من القراءة الصحيحة. أنه اليوم حينما وضعت مشرطها المرجعية لتشخيص الحالة المرضية بالمنظومة الأمنية، وجدت أنها متعلقة ليس فقط فعالية الإدارة إنما انتقال إلى الحالة الجهادية، لهذا كانت الفتوى تعبئ هذا الموضوع ودعت إلى نفس الجندي ونفس المقاتل المكانة ونفس الآليات التي كانت لدى الأجهزة الأمنية التي لم تستطع أن تقف أمام العصابات لما امتلكها الحشد أو تعامل معها بإيجابية. أدركت أن الخصم والعدو هو عقائدي يعمل على محاربة الإسلام وذبح العراقيين، ويرغب في أن ينفذ أجندة من خلفه المخابرات التي أنتجته والتي صنعته جعلته بهذه الأيديولوجية، لهذا استطاعت يجب أن يواجه بأيديولوجية تستطيع أن تتعامل معه. لهذا كانت الحالة الجهادية هي الحاضرة، وكانت هي السبب الرئيسي بحالة الانتصار. الحالة الجهادية هي التي استطاعت أن توقف زحف هذه العصابات وأن تبدأ بتطهيرها من أسوار بغداد. طيب أستاذ مهند، أين نحن اليوم من حقوق شهداء الحشد الشعبي، لا سيما أنهم تركوا خلفهم أيتام وأرامل وأغلبهم ما زالوا دون رواتب ولا سكن؟ بس تصحيح للمعلومة، فإن منظومة العمل في هيئة الحشد الشعبي تعمل كخلية نحل لإيصال كل حقوق المجاهدين الذين ضحوا بدمائهم في سبيل أن يستقر هذا الوضع الذي نحن نعيش اليوم بنعمة الأمن والأمان بفضل تلك الدماء واقعا. لذلك في هيئة الحشد الشعبي العمل قائم كخلية نحل في سبيل إيصال حقوق الشهداء إلى أهاليهم، وقد تكون قد يعاب في منظومات الأمنية الأخرى أنه عوائل الشهداء تتعرض إلى ما تتعرض له من عدم إيصال بعض الحقوق أو بعض الامتيازات، لكن في هيئة الحج الشعبي حتى نحن الآن نمر في موسم الحج، فإن عوائل الشهداء تتمتع بامتياز أن تذهب عائلة الشهيد إلى الحج، وأن تذهب عائلة الشهيد إلى زيارة العتبات المقدسة في الجمهورية الإسلامية وغيرها من المحيط الإقليمي. عوائل الشهداء تتمتع بالكثير من الامتيازات التي أوصى بها الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس، والذي كان بنفسه يشرف عليها، ولا يخفى للجميع أنه الشهيد القائد كان يعمل ليل نهار في سبيل أن يصل إلى تلك العوائل وأن يعيش معهم
أيامهم ومعاناتهم، والحمد لله هنالك بيوت كثيرة قد بنيت لتلك العوائل، وهناك حتى للعوائل المضحية بمعنى الشهداء الأحياء الجرحى. الهيئة الحج الشعبي تعمل على أن تعمل للجرحى كما تعمل للشهداء، بمعنى مثل ما أقول هناك حقوق لعوائل الشهداء، هناك حقوق حتى للجرحى الذين هم الشهداء الأحياء المستمرين في يعني في العطاء ومستمرين في الحياة. طيب، الحشد بأعداد كبيرة من الخريجين، لكن هل سيشملون بهؤلاء الخريجين بنفس الامتيازات وسلم الرواتب مع أقرانهم من ضباط الوزارات الأخرى كالداخلية والدفاع؟ هل هذه الرتب ستكون رتب عسكرية، ستكون بمرسوم جمهوري، أم هي مجرد رتب فخرية؟ مديرية الإدارة المركزية في هيئة الحج الشعبي في القريب العاجل ستعلن عن انتهاء ملف الوضع الإداري لما تفضلت به من الشباب الخريجين والحاصلين على شهادات الإعدادية والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأنهم سيحظون بكثير من الامتيازات بحسب السلم الوظيفي والسلم الإداري الذي سيعلن عنه مستقبلا إن شاء الله. أود لك سيد عباس، بالنسبة الحاجة إلى المرجعية كانت حاجة كبيرة في وقت في قبل 8 سنوات، وجاءت هذه الفتوى المباركة لتدلل على هذه الحاجة في وقتها، لكن هل مكانة المرجعية والحاجة إلى هذه المكانة وحكمتها ورأيها السديد مستمرة حتى اليوم؟ هل الحاجة إلى المرجعية ووجودها ووجود هذا الكيان سيكون أكثر ربما بالمستقبل؟ طبعا في المنظومة الإسلامية وفي المنظومة التشريعية المرجعية هي صمام الأمان، وهي الأساس والركن الأساس في وجودها. وفي المجتمع العراقي المرجعية واحدة من الأركان المهمة والأساسية والضوابط لاستقراره وضوابط لتربيته والتعامل معه، هي ليس بأقل شأنا من أهم جواهر تربية المجتمع، سواء كانت على المستوى الديني أو على المستوى الأشعري. كيان ديني ومستقل بحد ذاته في العراق والعالم الإسلامي بشكل عام، الحاجة كانت إلى هذا الكيان هي حاجة دينية عقائدية، لكن الفتوى المباركة بالظروف اللي مر بها العراق والمنطقة بشكل عام أثبتت أنها حاجة من الجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي. طبعا هذا قصور بفهم المنظومة السياسية الإسلامية الشيعية تحديدا، باعتبار أنها لا ترى فرقا بين المنظومة الدينية والمنظومة الدنيوية من خلال إدارة المشهد سياسيا أو إسلامي أو اقتصاديا أو اجتماعيا، فهي تنبرئ لحماية هذا المجتمع والمكون منذ أكثر من 1000 عام في العراق تحديدا. هي موجودة منذ أكثر من 1000 عام، هذه المرجعيات تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية. 13 حزيران يوم الفتوى المبارك يذكرنا بنفس التوقيتات قبل 100 عام من إعلان ثورة 20، أيضا تصدت المرجعية لمواجهة الاحتلال البريطاني وانبرأت العلماء للدفاع عن حرمات الإسلام والوطن، وبالتالي أعطوا الشهداء والجرحى، وشكلت في حينها أيضا ألوية من بعض العلماء والمشايخ وغيرها. فبالتالي اليوم التأكيد بدورها بعد 100 عام، وأنا أقول دائما هذه أنه قبل 100 عام وفي الثورة 20 المرجعية أسهمت ببناء الدولة العراقية، ما كانت بهذا الشكل كمنظومة، أنتجتها ما بعد الاحتلال العثماني ومحاولة التدخل البريطاني والاحتلال البريطاني. بعد 100 عام فتوى الإمام السيد السيستاني استطاعت أن تحفظ هذا البناء وأن تؤكد هويته العراقية وأهميته في احتواء كل الأطياف. لهذا كانت أهم مؤسسة الحشد، هي استطاعت أن تكون عراقية بامتياز من خلال كل الأطياف التي شملتها، يعني كل المتواجدين معها، استطاعت أن تتعامل مع كل الظروف. لهذا شهدنا الشهيد المهندس رحمة الله عليه يتحرك لاستجابة المطالب في منطقة الحسينية لتوفير الخدمات من تبريط وبعض الخدمات الاجتماعية والإنتاجية، تحرك بشكل جاد لحماية محافظة ميسان حينما بدأت تغرق بالأمطار وغيرها. تحرك اليوم الحشد
بما فيه من رجال أبطال وشجعان لمبادرة زراعية من أجل تأمين الأمن الغذائي العراقي، يسعون جاهدين لتوفير الأمن الاقتصادي من خلال استيعاب العشرات من الطاقات والشباب ومحاولة تشغيل بعض المصانع والعمل والإنتاج. بالتالي هذه الخلية العراقية بامتياز، هذه الخلية الوطنية، هذه الانطلاقة الحقيقية أثبتت أنه علوية من خلفها سواء كانت المرجعية الرشيدة أو من عمل جاهدا من فصائل المقاومة، أثبتت أنها تستطيع أن تكون نموذجا تتأسس وتتأسى به كل المؤسسة الأمنية. أكثر من مليون منتسب بالمؤسسات البقية، نامل أن يكون لديهم النموذج الحي في التعاطي والتعامل، لا تجد فرقا بين الضابط والمنتسب وغيرها، لا تشكل أهمية القائد وغيره، كلهم مضحين وكلهم ساعين لأولوية وهي الأمن والسلام واستقرار العراق. شكرا لك سيدي نسور، جون تبقى معنا، والشكر الجزيل لكم ومعاون مدير أعلام هيئة الحشد الشعبي الأستاذ مهند حسين، كنت ضيفا كريما بالصوت والصورة من بغداد. شكرا لك سيد مهند. إذا مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. الإطار الشيعي يؤكد أن استقالة الكتلة الصدرية مبادرة لها انعكاسات على مجمل العملية السياسية، وأن مواقف الإطار ثابتة بالذهاب نحو تشكيل الحكومة المرتقبة. إذن مشاهدينا، خطوة كانت قد غيرت المشهد السياسي الذي كان يوصف بالمتأزم، وهي تلك التي تتعلق باستقالة نواب الكتلة الصدرية التي أخرجت العملية السياسية من نفق الخلافات المظلم لتبصر النور بعد طول انتظار للشارع العراقي الذي انعكست الخلافات السياسية فيه على جميع جوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية. تقرير علي حبيب. استقالة نحب إلى صدري من الدخول في حكومة توافقية، هكذا كان زلزال زعيم التيار الصدري بمقياس الحنانة، الأسباب الموجبة تخليص للعراق من المجهول، هكذا ذيل السيد الصدر أحد سطور قراره الأخير عند تقديم الكتلة الصدرية استقالتهم إلى رئيس المجلس الذي قبلها على مضض بعد محاولاته لإثنائهم عن هذه الخطوة. وفقا له، هزة سياسية قلبت الموازين السياسية وصدمة جديدة أتى بها السيد الصدر على حلفائه قبل خصومه، فتحالف إنقاذ وطن وقبل أن يخرج بأي نتائج من اجتماعه السابق فاجأهم شريكهم بخطوات أخرى أربكت حساباتهم. أما الإطار التنسيقي يتحدث عن تداعيات جمة سيتركها هذا الانسحاب. أعتقد حتى يعني استمعنا إلى بيان سماحة السيد، حتى هذه الاستقالة ممكن أن تعتبر مبادرة لأجل معالجة الانسداد السياسي. ما أريد أن أقول أن استقالة الكتلة الصدرية، تقديم استقالاتهم وقبولها أيضا من قبل رئيس المجلس بحيث أنها تحولت إلى أمر قانوني واقعي، بالتأكيد ستكون له انعكاسات وتداعيات على مجمل العملية السياسية. لذلك تداعينا في الإطار التنسيقي بشكل سريع وهذا الآن على الهواء. اليوم احنا سنعقد اجتماع بعد قرابة الساعتين، وخلال هذا الاجتماع سيصدر موقف. في التأكيد الإطار التنسيقي طالما ما تكون مواقفه واحدة، حينما نصدر موقفا نصدر موقف موحد من خلال بيانات الإطار. لذلك احنا منذ يوم أمس، منذ صدور بيان الاستقالة أو توقيع الاستقالة للآن، لم يصدر أي موقف من الإطار التنسيقي، لأننا حريصون أن يكون موقفنا واحد. اليوم بعد الاجتماع سيصدر موقف واحد. خطوة زعيم التيار الصدري خلفت آثارا وبنت مشهدا جديدا طرأ على الواقع السياسي في العراق بعد أشهر من السكون السياسي والأيام الحالكة، يرى فيها البعض ذهابا نحو المجهول، وآخرون يرون في الأمر استكمالا لمراحل الضغط السياسي. لكن بكل الأحوال والقراءات، هي أي خطوة الاستقالة فتحت خطوات المرحلة المقبلة،
وضعت العملية السياسية أمام واقع جديد يصعب التنبؤ به. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل الملف الثاني. نرحب بك مرة أخرى رئيس مركز الارتقاء للدراسات الاستراتيجية السيد عباس العرداوي، أهلا بك مرة ثانية. وأيضا الترحيب بالأكاديمية والخبيرة القانونية دكتور راقية الخزعلي، تنضم لنا مباشرة بصوت وصورة من بغداد. أهلا بك دكتور ضيفة كريمة. وأبدأ معكم سيد عباس مرة أخرى، استقالة الكتلة الصدرية يبدو أنها لم يعني كانت متوقعة من أغلب الأوساط السياسية وحتى الاجتماعية، لكن هي أفسحت مجال لقوى الإطار الشيعي بتشكيل الحكومة ربما بأريحية أكثر والتفاوض مع بقية القوى السياسية. لكن ليش يبدو أن الجماعة في الإطار الشيعي غير مرتاحين لهذا المتغير؟ طبعا لا توجد مؤشرات لحد الآن على عدم الارتياح، بالعكس بيان الإطار واضح جدا أنه الأخوة في التيار الصدري لهم حق الاختيار، وهذه الاستقالات هو خيار أيضا سياسي، والذاكرة السياسية العراقية تحمل في طياتها الكثير، كثيرا ما حكومات استقالت، شخصيات استقالت، تكتلات وأحزاب استقالت بالعملية السياسية. فبالتالي من الطبيعي جدا حين لم يستطع الأخوة في التيار من إنفاذ يعني رغبتهم من خلال تحالف إنقاذ وطن في تشكيل حكومة أغلبية، ولم يستطيعوا أن يتحملوا الذهاب إلى المعارضة باعتبار أن الشريكين هم غير راغبين في الذهاب إلى المعارضة، سواء كان الشريك الكردي أو الشريك السني، وهم يتحدثون بصراحة أنهم راغبين بالمشاركة. بالتالي تجد أن هذا الخيار جدا طبيعي. لهذا ذهب سماحة السيد مقتدى الصدر إلى إبلاغ كتلته واستجابت الكتلة، وبالتالي هذه مهمة جدا لأنها رفعت أن يكون الأخوة في التيار هم عقبة أمام استمرار الحالة. لكن استقالة الكتلة الصدرية وهي كتلة فاعلة بشكل كبير في العملية السياسية حاليا، ما تتوقع راح تكون لها تداعيات ربما سلبية على العملية السياسية؟ يعني لا أتوقع أن الأخوة في التيار الصدري سيذهبون لا سمح الله إلى الفوضى أو أنهم لا يحترمون العملية السياسية. مو فوضى لكن تشكيل حكومة دون هذا. هذه رغبة سياسية. الجانب السياسي. رغبة سياسية الأخوة في التيار الصدري لديهم الإمكانية في الشروع في العمل السياسي، حينما لم يجدوا أن هنالك إمكانية لتمرير مشروعهم اللي هو الأغلبية الوطنية، ولم تذهب الثلاثي باعتبار لا الأخوة للسيد الحلبوسي ومن معه يذهب إلى المعارضة لأنه غير راغب. الأخوة يعني واضحين جدا في السياسة أنهم يبحثون عن تمكين في الدولة العراقية من خلال المناصب التنفيذية، ولا رغبة الأخوة الكرد. لهذا هذا الخيار جدا طبيعي جدا. أنا دائما يعني أقول أنه ما دام تحترم السياقات السياسية وقواعد اللعبة من خلال العملية التشريعية فهذه جدا مهمة. الأخوة ما حبوا أن يكونون عقبة في أن يبقى الانسداد، بالتالي ذهبوا إلى مغادرة العملية السياسية من خلال عملية الاستقالة، وبالتالي هذا قد يمكنهم من تهيئة قواعدهم مرة أخرى لممارسة الانتخابات أو تهيئة للانتخابات في قادم الأيام. المهمة الأيام قد تكون قريبة؟ لا بالتأكيد الأمر متعلق بالحكومة التي ستتشكل. إذا كانت هنالك حكومة قوية تستطيع أن تتعامل مع كل المتغيرات، وبالتالي هذا واحد من أهم المطالب التي نسعى له. إذن أكو إمكانية كبيرة بأن الإطار الشيعي مع الأطراف السياسية الأخرى راح يشكلوا الحكومة. لا هو ذهب إلى مد اليد، واليوم هنالك مؤشرات جدا واضحة من الأخوة في السيادة في قضية التعامل والتعاطي، ورسائل من الحلبوسي واضحة جدا بهذا الإطار، والأمور تذهب إلى حالة استقرار. وما سبق أيضا هذا الموضوع
التعاطي و... الموضوع لحد الان القوى الكرديه يعني احترمت راي الاخوه في التيار في هذه، لكن اللي الاساس في ذلك اللي يجب ان لا نستعجله، يجب ان ننتظر جلسه طارئه، ثم بعد الجلسه الطارئه ننتظر اكمال المفوضيه لاكمال الشخصيات تعويضيا، باعتبار ان القانون يتحدث عن الاعلى الفائزين بالاحتياط واكمالها ثم المصادقه عليها، وبالتالي هذا يحتاج الى يعني اعاده ترسيم داخل البرلمان من خلال القسم وتجديد القسم. اكيد انه هذا سيغير كثيرا بالخارطه يعني النيابيه، سيغير بالمعادله الوزنيه، وبالتالي هنالك راح تكون مخرجات اخرى. طيب. هذه نحتاج ان ننتظر بها قليلا حتى تستمر. اهلا بك دكتور مره اخرى، وكيف يمكن ان تقرؤون المشهد اليوم بعد تقديم نواب الكتله الصدريه استقالاتهم؟ ما هو السيناريو المرتقب او المتوقع بعد هذه الخطوه؟ مساء الخير عليك وعلى قناتك الكريمة وعلى ضيفك الكريم وعلى كل جمهورك. مساء الخير. الله يحفظك. فيما يتعلق بالاستقالة اللي قدمت من قبل أعضاء مجلس النواب الكتلة الصدرية، حقيقة هذه الاستقالة يحكمها قانون رقم 49 لسنة 2007. هذا القانون حقيقة في المادة واحد ذكر أو عدد الحالات التي تنتهي بها عضوية عضو مجلس النواب العراقي، ومن ضمنها كانت الاستقالة. هذه الاستقالة إلا أنه اشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن يكون قد مضى على عضوية مجلس النواب العراقي سنة فأكثر، والشرط الثاني أن تحصل الموافقة على الاستقالة بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب العراقي. هذا صريح نص القانون 2007 الذي يختص باستبدال أعضاء مجلس النواب العراقي. لا. هذه المسألة حقيقة غير متحققة في الاستقالات التي قدمت. أولاً أنها لم تعرض للتصويت، وثانياً أنها لم تمضي على حقيقة عضوية عضو مجلس النواب العراقي مدة سنة، سوى بضعة أشهر فقط حينما بدأ مجلس النواب العراقي بعقد جلساته. وبالتالي فهذه من الناحية القانونية تعتبر غير سليمة، ويعتبر أعضاء الكتلة الصدرية ونواب الكتلة الصدرية ما زالوا مستمرين في مواقعهم، وإذا أرادوا الرجوع إلى مناصبهم يستطيعون ذلك، لأنه هذه الاستقالة لا تصبح من الناحية القانونية سارية المفعول بمجرد موافقة رئيس مجلس النواب العراقي عليها. لماذا؟ لأن رئيس مجلس النواب العراقي لا يمتلك الصلاحية وفقا للدستور وفقا للقانون بالموافقة على استقالة أو عدم الموافقة، وإنما فقط. أفهم من كلامك دكتورة أن خطوة الكتلة الصدرية قد تكون تكتيك سياسي، ليس ربما أن يكون هنالك تكتيك سياسي. دعني أقول لك شيء، أنه اللي حصل اللي جعل الكتلة الصدرية تتقدم باستقالة هو مسألة الثلث المعطل، وهذا الثلث المعطل حاول التيار الصدري بشكل أو بآخر أن يطرح الفكرة تشكيل حكومة أغلبية ومعارضة رغم إرادة الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة التي أراد التيار الصدري أن ينفرد برئاسة الوزراء، أراد أن ينفرد بالكابينات الوزارية دون أن يشرك أحزاب الإطار التنسيقي. هذه المسألة الثلث المعطل الذي نادت به المحكمة الاتحادية العليا وأقرته، هذا كان هو حجر العثرة أمام التيار الصدري في السعي إلى ما يبغي إليه، إصراره على أن تكون الحكومة حكومة أغلبية ومعارضة. هذه المسألة كان لا يعرف ما هو الطريق الذي يوصله إلى هذه المسألة من دون أن يحصل تفاوض مع الإطار التنسيقي، فتارة عمل على طرح موضوع تشكيل الحكومة إلى الإطار التنسيقي وأعطاها مدة معينة، وتارة أخرى أعطى للمستقلون مهمة تشكيل الحكومة وأعطائهم مهلة لهذا التشكيل. وكلا الحالتين لم تكن صحيحة من الناحية القانونية حتى يصار إلى تشكيل الحكومة، وينبغي أن يكون هنالك توافق حول رئاسة الجمهورية، من بعد ذلك تشكيل الكتلة الأكبر وإلى آخره على وفق ما رسمه الدستور العراقي. فوجد نفس الحقيقة التيار الصدري أنه عاجزا عن تشكيل أو عاجزا عن رسم الحكومة التي كان يسعى إلى صنعها وهي حكومة أغلبية ومعارضة،
فحقيقة فما كان أمامه إلا وطبعا برفض الأطراف المتحالفة معه أن تكون ضمن المعارضة، فما كان أمامه إلا أن يتراجع عن الفكرة التي طرحها وهي حكومة أغلبية معارضة، أو أن يتقدم باستقالة بغية المضي بتشكيل الحكومة بعيدا عن التيار الصدري. طيب سيد عباس، أدرى دكتورة دعيني أعود إليك بعد قليل، لكن سيد عباس سبق للتيار الصدري أن امتنع عن المشاركة بالانتخابات ثم تراجع عن القرار، ممكن أن تكون قضية استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان قضية تكتيك سياسي، وربما هناك عودة للبرلمان بمتغيرات سياسية هذا الحديث جديدة. هذا الحديث كان كمناورة أو ضغط سياسي كان قبل أن يتم الاستقالة بشكل مباشر، يعني الدعوة استمرت يومين لسماحة السيد مقتدى الصدر لنوابه بالاستجابة، والاستجابة كانت حاضرة وتمت الاستقالة. قد لا أتفق مع رأي الدكتورة، لكن هذا الكلام بشكل رسمي أطلقه نفسه السيد الحلبوسي باعتبار الرئيس السلطة التشريعية، وتحدث على أنه الاستقالة تكون بعد مضي رئيس البرلمان بالموافقة، لهذا هو ابتدأ بالموافقة الفردية فردا فردا وانتهت بإكمال الإجراءات، وستنعقد جلسة طارئة لدعوة المفوضية لإكمال التعويضات في ذلك. الحديث الآن لا أعتقد أنه حديث مناورة سياسية، أصبح واقعا مباشرا تتعامل معه الكتلة الصدرية، لهذا عملت أيضا إلى عدد من الانسحابات من خلال بعض المؤسسات وغلقها، وقد هكذا يعني وصلني قد يذهب الأخوة في التيار إلى سحب الموجودين من ضمن السلطة التنفيذية وكلاء أو مدراء عامين أو غيرهم لطلبات الاستقالة. بشكل كامل هي قد تكون يعني رسالة احتجاج من الأخوة في التيار ضد عدم إكمال هذه الممارسة أو عدم استطاعتهم، لكن بالأخير هذه سياقات دستورية وقانونية، القانون والدستور هو الحاكم، السلطات التي تتعامل معها سلطات تشريعية، هنالك لدينا أيضا منظومة مهمة جدا أننا نحتاج إلى إكمال إجراءات الحكومة القادمة. الحديث الذي خرج به الإطار وبشكل رسمي من خلال البيان الذي صدر عنه هو بيان يتحدث عن دعوة العراقيين إلى أن يكون هنالك تكاتف، ودعوة القوى السياسية إلى التآلف من خلال إكمال عملية تشكيل حكومة حاجة وطنية، حكومة تهيئة الاحتياجات والمستلزمات باعتبار أن الظروف الاقتصادية والأمنية وغيرها وتبعاتها، فضلا عن حالة الكساد وحالة عدم الاستقرار اللي ممكن شهدناها خلال الفترة الماضية منذ إجراء الانتخابات ولحد هذه اللحظة. طيب دكتورة، خروج الكتلة الصدرية اليوم من العملية السياسية ومن البرلمان، هل يعني أن الإطار اليوم أصبح يمثل الكتلة الأكبر الإطار الشيعي؟ هل هو الكتلة الأكبر اليوم بحسب عدد مقاعده بالقوى التي يتألف منها وهو يمثل القدرة على تشكيل الحكومة المرتقبة وستحل هذه الأزمة أم لا؟ هذه في حالة إذا ذهبت معك على أنه الاستقالة التي حصلت من قبل أعضاء الكتلة الصدرية نواب الكتلة الصدرية صحيحة من الناحية القانونية، فمن مثل هذه الحالة لو جدلا ذهبنا إلى هذا الاتجاه وجعلناها قانونية وسليمة، رغم أنه أنا متأكدة أنها غير سليمة، لو حصلنا هذه الفرضية سوف يكون الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر، وسوف يقدم على تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء المقبل. لكن دعني أقول لك شيء، أنا التيار الصدري يمثل شريحة مهمة من أبناء شعبنا، وبالتالي انسحابه سوف يؤدي إلى خلل في العملية الديمقراطية، يعني هنالك ثمة شريحة كبيرة ينبغي أن يصار إلى تمثيلهم في مجلس النواب العراقي. الاستقالة التي قدمها أعضاء ونواب مجلس النواب العراقي الكتلة الصدرية هذه بغض النظر عن مسبباتها تعتبر تضحية، ويجب أن نقف أمامها موقف ثناء وشكر وتقدير، لأنها تضحية من أجل الشعب ومن أجل تشكيل الحكومة. وبالتالي أنا مع أن لا يصار إلى بناء امتيازات وإنجازات على حساب التضحيات،
يعني بمعنى أنا أدعو الكتل والأحزاب السياسية إلى الدعوة أو توجيه الدعوة إلى التيار الصدري للانعقاد والتحالف والتحاور، وأيضا على الإطار التنسيقي أيضا دورة يعني التيار الصدري أو الكتلة الصدرية لم تكن تتجاوب كثيرا مع كل المبادرات التي طرحت من مختلف القوى السياسية، لكن اليوم خروج الكتلة الصدرية على أو تأثير خروجها من البرلمان أو من العملية السياسية راح يكون بالتأكيد تأثير على الشارع العراقي، لكن تتوقعين أن قد يثير هذا حالة من الفوضى وربما الذهاب نحو العنف أو تظاهرات لإسقاط أي حكومة قد تنبثق من الحراك السياسي الجديد؟ حتما أنه وجود هذه الكتلة الكبيرة والتي تمثل شريحة كبيرة من أبناء شعبنا، هذه المسألة والحصول على هذه الامتيازات حقيقة ليس بالسهل أن يصار التضحية به من دون وتهميش هذه الكتلة، من دون المحاولة لإرضائها أو للتحاور معها والتحالف. يعني الإطار التنسيقي في هذه المسألة عليه أن يكون هو الحكيم في هذه المسألة، وعليه أن يقدم تنازلات هو أيضا بما يتناسب مع تنازلات التيار الصدري، ويحاول التنازل عن بعض طموحاته ومد يده إلى التيار الصدري بغية إرجاع نوابة والسعي بتحالف وتوافق جديد نحو تشكيل الحكومة القادمة. هذا هو الوضع السليم، يعني أن لا نترك التيار الصدري أنه نحو الاستقالة وبالتالي أن نهمش ونترك ممثليه وكتلته وجمهوره ونمضي مسرعين بتشكيل الحكومة على حساب التضحيات التي قدمها. لا يجوز لا أخلاقيا، ولا يجوز ذلك أيضا من الناحية السياسية، لأنه يمثل شريحة لا يستهان بها، وبالتالي أنا أخشى من قدوم فوضى قادمة سوف يتعرض لها الشارع العراقي. فعلا سيد عباس، عذرا دكتورة، يعني مجرد قدموا الصدريين استقالاتهم بالبرلمان الحلبوسي سارع للتوقيع والموافق عليها، الإطار الشيعي سارع لعقد اجتماعات واتصالات مع القوى السياسية الأخرى، يعني مغادرة البرلمان من قبل نواب الكتلة الصدرية يعني أن كل شيء انتهى بالنسبة للصدريين، وهناك ربما سيكون حراك آخر سيذهب إليه السيد الصدر. يعني هذه أعتقد تلميحات على أنه هنالك استخدام للشارع أو فوضى، وأنا أعتقد الأخوة في التيار الصدري أعقل من ذلك بكثير، لأنهم يدركون أن الشارع هو لم يبقى ملك أحد، فتحريك الشارع ليس بالسهل، وبالتأكيد سيلقي ضرره على الجميع، ولن يذهب سماحة السيد مقتدى الصدر لهذه الخيارات، لأنه أعلن عن خياراته سابقا، وهو لا يتوجل من طرح أي مبادرة أو تحرك يرغب بالتحرك به، وواضح جدا إذا أراد أن يتحرك مع الشارع أو ضد الشارع. هو تحدث بصراحة أمام خيارين، أما معارضة أو حكومة، حين لم تستطع قوى سياسية في الإنقاذ وطن أن تجلب هذا التصويت العدد البرلماني الكافي، انتقلت إلى حالة المعارضة، لأن الشريكين الأخوة في البارتي والأخوة في السيادة لن يرغبوا بالذهاب نحو المعارضة، لأن الأخوة في الحزب الديمقراطي لا زالوا مصرين على تمرير مرشحهم كرئيسا للجمهورية، والأخوة في السيادة واضحين جدا أنهم يسعون إلى استحصال 6 أو 7 وزارات تعوض وجودهم السياسي، فبالتالي ليس هذا حالة عدم الانسجام بين الشريكين جعلت الخيار خيار الذهاب نحو الاستقالة. لا أعتقد أن هنالك من يستطيع أو يرغب في أن يغادر بالشارع ويذهب به إلى المجهول. جربنا الشارع وما أنتج من حكومة ضعيفة ومن مخرجات جدا ركيكة، وبالتالي لن يذهب إليه الآخرين، فضلا على أن هذه الرسالة هي رسالة سلبية لا أعتقد تليق بالأخوة فيها التعامل معها. المخرجات هي مخرجات طبيعية جدا، شهدنا عدم مشاركة للقوى السنية في بداية العملية السياسية لأكثر من دورة، وبالتالي لا يمكن أن يقاس حكمة المكون الشيعي في إدارة هذا المشهد بغيره، لأنه ذهب وعالج هذا الموضوع في حكومات متأخرة، وحتى الأخوة في التيار حين استقالوا كل وزرائهم في حكومة السيد المالك الثاني أيضا كانت استقالة جدا طبيعية، وعوضوا الوزارات من خلال بعضها كان بالوكالة بعضها غير وزراء في حكومة السيد المالك
الثانية، بالتالي هو مشهد طبيعي جدا. أنا أعتقد أنه الجدير بالالتفات يجب أن ننتبه أو نؤيد وجود رئيس حكومة قوي يستطيع التعامل والتعاطي مع المخرجات السياسية وإرضاء الجميع من ناحية الوجود الاقتصادي والسياسي والأمني، ومن ناحية الوجود السياسي لبقية المكونات، كذلك ردم الإشكالية الكبرى التي وجدت منذ تشرين لحد هذه اللحظة، سواء كان مخرجاتها حكومة الكاظمي أو ما أنتجته حكومة الكاظمي أو مخرجات الانتخابات. نحن بحاجة إلى معطيات جادة على الأرض أمام متغيرات كبيرة على المنطقة، متعلقة بالإقليم، متعلقة بمخرجات الحرب الأوكرانية الروسية، متعلقة بانكفاء الولايات المتحدة الأمريكية، متعلقة بارتفاع أسعار النفط. أي رئيس وزراء قادم هو أمامه وفرة مالية يستطيع أن يقدم خدمة إن كان جادا بتقديم الخدمة. شكرا لك سيد عباس، ودعنا نطلع سوية ومشاهدين الكرام على نتائج الاستبيان اللي أجرتها قناة الأيام. وهل تعتقد بأن الإطار الشيعي سيخرج بتشكيل الحكومة المرتقبة بعد المتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية؟ كانت الإجابات 81% نعم، 17% كلا، و2% متحفظ. والشكر جزيلا لكم رئيس مركز ارتقاء للدراسات الاستراتيجية عباس العرداوي، كنت ضيفا كريما علينا. شكرا لك عزيزي. والشكر جزيلا لكم الأكاديمية والخبيرة القانونية الدكتور راقية الخزعلي، كنت ضيفة كريمة، شكرا لك ولوجودك دكتور. والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.